قال في مسند أحمد رحمه الله، وما زلنا مع مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال حدثنا يزيد، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد وهاشم بن القاسم، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان، قال هاشم في حديثه قال حدثني صالح بن كيسان، وقال يزيد عن صالح، قال عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه، أنه قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على رسول الله وعنده نسوة من قريش يسألنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستكثرن رافعات أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر رضي الله عنه انقمعنا وسكتنا رضي الله عنهم أجمعين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وآله وصحبه وسلم، فقلنا: إنك أفض من رسول الله وأغلظ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عمر، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك. نعم، هذا الحديث حديث اسناد صحيح على شرط الشيخين، اخرجه ابن حبان من طريق يزيد بن هارون بهذا الاسناد وهو مر علينا. واقول هذا الحديث عظيم جدا، فيه فضل سعد بن ابي وقاص لانه يرى وينقل للناس جميعا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقد قال هنا عمر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نسوة يسألنه ويستكثرن رافعات أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر انقمعنا وسكتنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورعبه من صوت عمر، يهبنا عمر بن الخطاب، فلما سمعت عمر انقمعنا وسكتنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا عدوات أنفسهن تهبنني، لأن النبي أخبره، يعني هذا الحديث فيه تقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنهن فعلن ذلك لما سمعنا صوته، فغضب وقال: يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله، يعني الأصوات تعلو أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومعي أنا تفعلن ذلك، فقلنا: نعم، إنك أفض من رسول الله وأغلظ، يعني قالوا: إنك أفض من رسول الله وأغلظ. فبعض العلماء يقولون: يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم غلظة؟ هل هو غليظ؟ فيه غلظة، فيه شدة، فيه فظاظة. فبعضهم قال: هذه ليست على بابها، يعني أفعل تفضيل هنا ليست على بابها، مثل إيش؟ ولها نظائر في القرآن وفي السنة، مثل إيه يا أحمد؟ أحسنت، أصحاب الجنة خير مقاما. هو بالله عليكم في فرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولا في وجه مشاكلة أصالة؟ فقال: خير مقاما، فهي لست على بابها. فقال: لست على بابها، لا فظاظة ولا غلظة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح خلاف ذلك، أنها على بابها، لأن من قال لست على بابها لابد أن يأتي بالدليل، لأن ده خلاف الإيش؟ خلاف الإيش يا أحمد؟ خلاف الأصل، خلاف الأصل. فالأصل أن أفعل التفضيل تأتي للمفاضلة، فالحقيقة نقول هي على بابها. يعني في النبي غلظة؟ نعم في النبي غلظة، لكن غلظة في موضعها، غلظة في موضعها في المنافقين والكفار، بأمر الرحمن قال أو بأمر الجبار، حين قال سبحانه وتعالى: قال يا أيها النبي، ها، قاتل الكفار، جاهد، آسف، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا معناه أنه خلاف أصل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عنده فتخرج في موضعها، ولذلك هي ممدوحة في موضعها فقط، وإلا التأصيل العام قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. فهي تكون لكن في موضعها فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. تفضل. وهذه فيها دلالة على فضل عمر بن الخطاب وأن الشيطان يفر منه. الله أكبر، هذه أمور أعظم مما تكون. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الذين قد تمسكوا بدين الله جل في علاه حقا وعملوا به حقا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن أكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نكري الأرض على عهد رسول الله بما على السواقي من الزرع وبما سعد بالماء منها صلى الله عليه وسلم، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأذن لنا أو قال رخص بأن نكريها بالذهب والورق. هذا الإسناد فيه شيء من الضعف، لكنه الحديث برمته حسن غيري الطرق كثيرة، وأخرجه ابن أبي شيبة والدورقية والدارمي وأبو داود والبزار بن حبان وابن عبد البر
من طريق يزيد المهلول بهذا الإسناد. وهذا الحديث يفهم بأنهم كانوا يؤجلون الأرض على 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 أماكن معينة. يعني يقول في الناحية الشمالية المزيانات شوف، وقال قال كنا نأكل الأرض على عهد الرسول بما على السواقي من الزرع وبما سعد بالماء منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد لا تثمر فيضيع المال، وقد تثمر فقط والباقي لا يثمر فيحدث الغرر. فهذا لأن كان فيه الغرر ويعتريه الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الإيجار. ثم أمرهم بأن يكريها بالذهب والورق والورق والصحيح، وهذه المزارعة وصح ما قالوا الحنابلة خلاف الجمهور، قال والمزارعة تصح شريطة أن تكون مشاعة، والمزارعة تصح شريطة أن تكون مشاعة. طب كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ مشاعة يعني يقول لك الربع مما يخرج منها، لك الثلث. يبقى إذن لو هناك يعني جزئية من الأرض لم تثمر ستقع على الاثنين، والتي أثمرت ستكون ربحا للاثنين. والراجح في ذلك المزارعة صحيحة حتى لو بشيء مما يخرج منها إن كان مشاعا. أما إذا كانت أراضي معلومة يعني يطلبونها معلومة، هذه التي لا تصح. وبالذهب والفضة أحوط وأحوط. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي؟ هذا حديث مر عندنا كثيرا، هو صحيح على إسناد صحيح على شرط الشيخين حكمونا وابن عتيبة، وحديث خرج أبو نعيم من طريق أحمد بن حنبل بالإسناد، خرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والبزار والنسائي في الكبرى والخصائص والطحاوي في مشكلة الآثار، وابن حبان والبغوي من طريق محمد بن جعفر به، وخرج الطالسي والدورقي ومسلم أبو نعيم والبهقي في السنن والدلائل من طرق عن شعبة به. وهذا الحديث علي بن أبي طالب قال له تخلفني مع النساء والصبيان، أنا ما تركت غزوة إلا كنت معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى تكون مني مزيت هارون لموسى؟ عندما قال له يعني أن يتبع الناس ويصلح ولا يتبع طريق المفسدين، قال خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. احتج الرافضي الخبيث بهذه الرواية على أن علي بن أبي طالب له ولاية التكوين وهو الأصح بالإمامة، لأنه قال أنت بمنزلة هارون الموسى، هارون أنت مني بمنزلة هارون الموسى غير أنه لا نبي بعدي. والصحيح أن نقول بأن الاستخلاف ليس شرطا أن يكون إماما للمسلمين، وإلا كان ابن أم مكتوم إماما للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه كثيرا على المدينة. فالصحيح أن مسألة الاستخلاف هنا فيها فضيلة، نعم فضيلة عندما قال له أنت بمنزلة هارون بموسى، هذه فضيلة علي بن أبي طالب، لكنها ليست مستدعية إلى ولاية التكوين التي يزعمونها افتراء وكذبا. والحديث فيه أيضا أنه لا بد من أحد أن يحمي ما بقي من الناس في المدينة، فكان علي بن أبي طالب أميرا عليهم يصلي بهم، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذا هو الفضل أن يكون كذلك، فوضع المستنبطاء جواز الاستخلاف. وضع شيء في موضعه من الحكمة، وهي الغلظة تكون لأهلها، فضل عمر الخطاب وفرار الجن منه، وهذا يغيظ جدا هؤلاء الفسقة الكفرة الفجرة من الروافض. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.